بخلال أكثر من 100 سنة مر على الشاشة الكبيرة فنانين كبار لعبوا أدوار مهمة وتركوا بالذاكرة العربية صورة ما بتنمحها. بستار أكاديمي حبينا نمرق مرأة سريعة على تاريخ الممثلة المصرية هند رستم. في نجوم منبطل نشوفها ومنتساءل وينها، كيف اختفت؟ وين صارت؟ من هالنجوم هند رستم. الأكيد إنها بعدت عن الأضواء لكنها ما انطفت، والأكيد إنها اختارت تعيش حياتها الشخصية من بعد ما عاشت على الشاشة الفضية عشرات الشخصيات اللي مش ممكن ننساها. هند رستم بجمالها وطلتها وأدائها المميز أصبحت أشهر وأهم نجمة إغراء بالسينما المصرية، وأطلق عليها اسم مارلين مونرو الشرق. هند رستم من حقنا عليها نضل عايشين قصة حياتها اللي بنتمنى ما تخلص. ومن حق علينا تكريمها، وتكريم نجمة مثلها ما بيكون بأوسمة وجوائز وبس، بيكون قبل كل شيء الاعتراف بأنها فنانة نادرة وممثلة دخلت الخلود وهي على الحياة، وصاحبة بصمة لا تمحى بسجل السينما العربية ما بتقل أهمية عن كبار عنا وبكل أنحاء العالم. واليوم طلابنا رح يكرموا هند رستم على طريقتهم على المسرح. كلها قولها بتنقص حتة
الشباب هند رستم البعيدة عن كل الأضواء هي من الوجوه المضيئة بتاريخ السينما العربية حتى بعد مرور أكثر من 26 سنة على اعتزالها. من بعيد من ستار أكاديمي نبعث لها كل الحب ومنتابع البرايم الرابع مع روبورتاج عن وجدة يلي شارك مع وليد وفادي وهاني بلوحة سونيا. أنا وجدي لكحل من تونس، مغروم برشا بالفن بصفة عامة. جيت لستار أكاديمي نحب نحقق حلم. مين ما سألتوه بالأكاديمية مين هو الطفل المدلل فيها؟ تسمعوا جواب واحد بصوت الجميع، وجدي. أنا بقول إن وجدي طفل الأكاديمية، طفل واعي وجريء. وجدي يمكن أقرب الناس إلي في الأكاديمية، هيك بعتبره زي أخوي الصغير. كتير بحب لهالصبي، أي بقول صبي، رجال هو. شو صار حتى رفاقه اللي بيكبروا سناً بيحبوه وبيدللوه مثل خيون الصغير؟ إنسان حبوب درجة أولى، يعني محبوب وبينحب وبيحب الكل. شاب كتير مهضوم وكتير رفيق، عنا كتير إشياء هيك متشابهة بين بعض. موهوب كتير، ذكي كتير، طيب. والحلو اللي فيه إنه دائما لما بصحى من النوم، إحنا كل واحد فينا بصحى من النوم بكون هيك معصب ومش عارف شو، الوحيد اللي بكون دائما مبتسم. الحقيقة اللي ما حدا بيختلف عليها هي إنه وجدي فنان متكامل، بالإضافة لابتسامته الدائمة وطيبة قلبه وتعاطفه مع الجميع من دون استثناء. الكل بالأكاديمية بيعتبروا وجدي إنسان مجتهد وقريب للقلب، وإله طلة وكاريزما وأسلوب خاص جدا جدا. عايشة عايشة كنت ما عايشة عايشة طوما كتير بيغني حلو وعنده ستايل الخاص، كتير بحبه. عنده ستايل معين، بدق على الجيتار، بيلحن، بيغني، يعني بحسه انه كامل، بيرقص منيح، بيتحرك منيح وشكله حلو. وجدي بس يكون بين زملائه اجتماعها الى ابعد الحدود، وبس ينفرد بنفسه له عالمه الخاص المقفل على ذاته. العالم كله حاجه وانا حاجه. ومين هو رفيقه بهالعالم؟ الجيتار بالنسبه لي العالم الثاني، عالم تاعي الخاص. بالاسبوع الماضي ومكافاه لوجدي بعد فوزه بالمرتبه الاولى بالتوب 5، اداره الاكاديميه حققت حلم وجدي، هديته جيتار الكتريك. فرحت 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 برشا بالجيتار الكتريك، احسن هديه كنت نتمناها هي الجيتار الكتريك، وجاتني جيتار الكتريك. نتمنى يا وجدي انه هالجيتار يكون مفيد بمشوارك الفني ويساعدك لتتالق اكثر واكثر. شفنا وجدي الطالب التونسي المتميز، وهلا بنسمع أغنية بتحدى العالم. وانا بالإيدي تهت في مكاني ونسيت معاك عمري وزماني، والوقت فات وياك سواني، قربني بيك سيبني أعيش إحساسي بيك. بتحدى وبقول لدنيا بحالها ان انا بهواك، وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك. قربت لي سيبني اعيش احساس أعيش أحساس هواك.
Je chante, je prie, j'implore en vain. Une caresse, un ultime refrain. À toi, tes dieux, tes anges gardiens. Je jure amour à la vie, la fin. Je chante, je prie, j'implore en vain. Une caresse, un ultime refrain. À toi, tes dieux, tes anges gardiens. Je jure amour à la vie, la fin. À la fin des temps, à l'éternité. سيبني أعيش أحسن سوا. صابر نتحدى العالم بالحب بالغناء وبالموسيقى مع النجم التونسي صابر الرباعي وكل ضيوفنا الفنانين وطلاب ستار اكاديمي 3. هيدا التحدي الايجابي. محمد ابراهيم كان هالاسبوع حزين لاكثر من سبب، اكيد بسبب النومناسيون وايضا بسبب بعده عن شخص كثير بحبه وبعيد عنه هو بهالوقت. محمد ابراهيم زعلان، عتلان هم، في شي شاغله. انا صعبه اول سنه حق بنت اختي، اول سنه الحين صار لها سنه امس، وانا مو موجود يمها لانها غالي علي وايد، فعشان كذي حاسني حسيت ان نفسي بعيد، فعشان كذي حس نفسي اني تعبان. روان بنت اخته لمحمد صار عمره سنه، وخاله محمد بعيد عنا، واللي مزعله اكثر لمحمد عدم قدرته عن التعبير عن محبته وشوقه للاشخاص اللي كتير عزيزين على قلبه. مش قادر حتى يبعث رساله او هديه بالبريد عربون حبه. طلبت من مدام رولا اني اوصل لها اي شيء، اي هديه انها توصل لها، ويكون لا تحط ببالها يعني ان خالها نساها، خالها ما نساها. إدارة الأكاديمية ومثل عادتها بتعمل المستحيل حتى ما تخلي ولا طالب يشعر بوجع الغربة، واستثنائيا سمحت لمحمد بالخروج لبعض الوقت حتى يحقق رغبته ويشتري هدية لروان بنت أخته. كنت موعد أختي ان قلت لها جبتي صبي جبتي بنيه راح اشتري لك راح اشتري حق بنتك او ولدك تيشيرت انجلترا وشورت انجلترا، ولا تعتقد اختي ان انا ناسيها، انا مو ناسيها.
روان، من محمد إبراهيم ومن زملاء الطلاب ومننا كلنا بستار أكاديمي منقلك كل سنة وانت بخير، وإن شاء الله هالسنة اللي كبرتيها تشبه حلم ستار أكاديمي وتكون كلها فرح ومحبة وفن وموسيقى. محمد أكيد اشتقت لروان. قديش صار عمره؟ سنة. وكان عيد ميلادها الله يعيشها. كان في صور كمان يمكن بدنا نشوفهم، صور آخر صور بعثت لنا إياهم أختك. إيه هودي الصور يلي عم نشوفهم، هودي إيه الصور لتشوف إذا تغيرت عليك روان شوي بهالسنة. بهال أنت صار لك قديش هلا؟ جمعتين ثلاثة بالأكاديمية؟ تغيرت روان عليك؟ تغيرت وايد. كبراني محمد إبراهيم كثير متأثر هلا بهاللحظات، الله يعيشها. بنقول لها هابي بيرثداي لروان، ومنكمل رح نترك محمد يرتاح شوي. وهلا هلا رح نشوف ما بعرف محمد يمكن رح تنتهي مغامرته يما لا من بعد ثلاث أسابيع، أو بتكمل الأسابيع ثلاثة أو بيصيروا ستة أو 12، ما حدا بيعرف. ما بعرف النومينيز ضمنياً على مين متكلين، على أصوات الجمهور أو أصوات زملائهم، بس نحن رح نكمل سوا سهرتنا هلأ ومتكلين على هناء تغني لنا أغنية على مين. شكر كبير لهناء يلي عندها شعبية ومعجبين كتار بين الجمهور،
والنومينيز ايضا عندهم شعبيه كبيره هون وبكل العالم العربي، وفي الالاف عم يدعمون بهالوقت، عم يدعموا محمد الدوسري، محمد ابراهيم ومنال، بيدعمون بالطريقه الوحيده المتاحه امامهم وهي التصويت. وهلا مشاهدينا بنتوقف لدقائق مع بريك علينا، وبعده بنرجع لمتابعه البرايم الرابع.